مرة دخلت السعودية اشتغل مع بن لادن بالشركة، بعدين دول احنا سكن انا واثنين هنود واحد من حقه صاب، كنا نسكن سوا. بعدها استمرينا فترة، كان كل يوم العشاء على واحد، كل يوم على واحد. بعدين الهنود يطبخوا لك عشاء ويكثروا البهارات، معهم اكثر من 30 صنف من البهارات داخل، وانا اقول ما يعملوا، حتى عندنا المطاعم ما يصلحوا شكة. قلت اتعلم من الطباخ حقام هذه. دخلت مرة جنب واحد انا ويصلح هذا كل ساعة يشيل علبة ويسوي كل ساعة. قلت له بسيطة ما يقدرين اشياء. لا يوم خميس كذا قال يا مصطفى ما بقول عليك مدحة الطبيخ. قلت ابشروا، وهم انت داري معاهم عادة التقاليد لما يموت ابوهم يحرق بو يطحنه يعملوا من علبة ولا هذا ويقص يتذكره ياخذ منه البركة. وانقع طارح له بالمطبخ. قالوا يلا قم اصل العشاء. قمت معنا ولعت الشوله يلا وصل العشاء. الكيد الكيد من هنا من العلبه هذه من العلبه هذه من العلبه هذه اوصل لك العلبه هذه كالرماد اسكبهم ما اوصل مشكل ابوهم واحرك حركت ابوهم بين المشكل. انا مش جارين ابوهم. بعدين احنا راقدين يمكن الساعه 1 بالليل، الرجال راح ياخذ البركه من ابوه من العلبه، يروح نسمعه يصيح قفزوا لك الجماعه يقرون الخبر. قال لهم بابا انا قاعد اجري معاهم ما هم الخبر. قال بابا فين بابا بابا فين بابا. قلت له مش انت قلت بابا قبل 2 سنة مات. قال ايه هو بابا قبل 2 سنة مات بس بابا هنا. كيف بابا هنا؟ هنا بالعلبه دي. قال فين بابا هنا؟ قال جيت انا اخذ بركه هنا بابا. قلت له لا بارك بك بابا قو هنا. لا بارك بك ولا عواش. كيف بابا هنا؟ قلت له بابا طبيخ عصدنه في صيدك ربك اللي انت عملت له بن علبه. قاموا يلا زعلوا اذنهم ذلكنا يلا شلوا لك البرشان حق خارج انت اكل بابا. قلت له انت بابا عمله بن علبه. كيف بابا انا دارنا بابا بن علبه انت قلت بابا مات. قال بابا هنا ناخذ منه بركه. قلت له لا بارك بك. يقوموا يشلونه ورقموا الى خارج الساعه 1 بالليل. هذه يا الله.